أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها. حكومة نتنياهو تواصل فرض الوقائع أرضا، قرار بالبقاء في فيلادلفيا وعدوان شمالي الضفة الغربية. أي خرائط سياسية ترسم لفلسطين والمنطقة؟ هاريس تستعين بمحامية مصرية أمريكية لجذب الناخبين العرب. من هي بريندا عبد العال؟ وهل تنجح في تغيير مزاج العرب والمسلمين في الولايات المتحدة؟ صيادو غزة يجدفون عكس تيار الترهيب الإسرائيلي. أين وكيف يطاردون لقمة العيش وسط بحر من التحديات؟ من أفريقيا إلى آسيا، فيضانات تمسح مناطق عن الخريطة وتشرد الآلاف. ما الذي يؤجج الكوارث المناخية؟ عبث بالجغرافيا، تحريك للحدود من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. تحاول حكومة بنيامين نتنياهو أن تعيد رسم الجغرافيا السياسية لفلسطين وربما الإقليم أيضا. محور فيلادلفيا في صلب المشهد، فكابينات الاحتلال أقر خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في المحور الممتد على حدود قطاع غزة مع مصر ضمن صفقة لإنهاء الحرب، بحسب ما ينشر باراك رافيد في موقع أكسيوس. ما المقابل؟ تراجع إسرائيلي جزئي عن نقطة من محور فيلادلفيا بضغط من إدارة بايدن، يقول باراك رافيد. تحاول واشنطن إذن أن تعطي من طرف اللسان حلاوة في ملف المفاوضات، لكن التفاوض من دون ثني تل أبيب عن التراجع عن فيلادلفيا لن يقود إلى اتفاق، بحسب مصدر قيادي للميادين. في الداخل الإسرائيلي تحولت خرائط فيلادلفيا إلى نقطة اشتباك هي الأخطر بحسب يديعوت أحرونوت بين نتنياهو ووزير أمنه يوآف جالانت. يعترض جالانت على السيطرة على المعبر، فكلما طالت الحرب تقلص أمل تبادل الأسرى الإسرائيليين. ثم إن الجيش الإسرائيلي منهك في غزة، وها هو الآن يواجه جبهة تزداد سخونة شمالية الضفة الغربية. يقول قائد المنطقة الوسطى جادي شيميني إن إسرائيل تتجه إلى الخسارة في الضفة الغربية. الأسباب كثيرة، أبرزها أن مجموعة محدودة من جنود الاحتياط تتحمل وزر القتال هناك، لكن الحكومة الإسرائيلية التي رمت بثقلها الاستيطاني تتحين الفرصة من أجل إعادة فرض الوقائع في الضفة الغربية ودفع مخطط التهجير قدما. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين. أولا، ما دلالات قرار كابينات الحرب البقاء في محور فيلادلفيا من دون اعتراض أمريكي فعلي؟ وثانيا، هل تدفع حكومة نتنياهو نحو تغيير الوقائع على الأرض بما يتجاوز مشروع حل الدولتين؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا نطرح على ضيف المشهد الساخن معنا اليوم من العاصمة السورية دمشق، مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي، الأستاذ رسمي أبو عيسى. أستاذ رسمي، أهلا بك معنا. نبدأ بطبيعة الحال من التطورات في الضفة الغربية وتصريحات قائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، الذي قال: نقول لنتنياهو وقادة العدو إن الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية، وخلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات تعمل الآن. أي رسالة أراد قائد سرايا القدس في الضفة الغربية أن يوجهها من خلال هذا الموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، والسلام على شعبنا وعلى شهدائنا وعلى مجاهدين الأبطال ومجاهدي أمتنا في كل ميادين الشرف وساحات الإسناد. الرسالة واضحة أخي الكريم، نحن في الجهاد الإسلامي تحديدا وفي سرايا القدس كنا منتبهين تماما لخطورة المعركة في الضفة الغربية، ولذلك ومنذ سنوات ونحن نعمل بدأب على تشكيل الكتائب في كل مخيم وكل قرية وكل مدينة في الضفة الغربية. كنا نرى حجم خطورة القادم بالنسبة للضفة الغربية و تغول الاستيطان. الضفة كما تعلم هي في قلب الأيديولوجيا الصهيونية، هي يهودا والسامرة بين قوسين، كنا نعرف ذلك، أعددنا العدة وبدأ أبناءنا في سرايا القدس، ويعني انضم إليهم كل أبناء الشعب الفلسطيني من كل فصائل المقاومة في مواجهة التمدد والتغول الصهيوني.
سابقا كان العدو لا يحتاج إلا إلى سيارة أو سيارتين ليدخل ويفعل ما يشاء في أي قرية أو مدينة. الآن يحتاج إلى قوافل من السيارات المدرعة وإلى عشرات الجنود، والآن أصبح بحاجة إلى غطاء جوي أيضا، ورغم ذلك لا يخرج سالما. هذا كله بفضل جهود سنوات طويلة وتضحيات وشهداء وأسرى قدمتهم حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، ومعها كل فصائل المقاومة في الضفة الغربية. هناك يعني معركة شرسة ومتصاعدة. أستاذ رسمي، أفهم منك الآن، لأنه حضرتك تؤكد كلام قائد سرايا القدس في الضفة الغربية، أفهم منك الآن أنه ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية لن يكون سهلا عليه، لا بل أكثر من ذلك، قد يتكبد خسائر فادحة بفعل ما تتفضل به. تقول حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس قامت بتشكيل مجموعات في كل مخيمات ومدن الضفة الغربية، هذا يعني أننا أمام معركة ستكون قاسية جدا على الاحتلال. بالتأكيد هو حاليا يتكبد خسائر بشكل يومي، هو لا يدخل إلى أي منطقة دون أن يتكبد خسائر في الآليات والأرواح أيضا، وهذا بالتأكيد أصبح الآن أمر واقع وبشكل يومي، وهذا الذي يجعل أكثر شراسة ويعني في محاولة لوئد هذه الظاهرة في الضفة الغربية، ولكنها شبت عن الطوق وأصبحت الآن عصية على الاستئصال وأصبحت تهدد قلب الكيان الصهيوني. وكلنا يعرف أن الضفة الغربية يعني تشرف على كل يعني المدن داخل فلسطين المحتلة، وهي قريبة من قلب هذا الكيان وتستطيع أن تؤلم أضعاف ما يمكن أن تؤلمه من غزة. وبالتالي الضفة اليوم تخوض معركتها الحاسمة والبطولية دفاعا عن الأرض والإنسان. هذا هي المشروع الصهيوني الآن أصبح واضحا، هم يقولون لا ولا عربي غربي النهر، هذه العقيدة الصهيونية، هم يريدون قذفنا خارج فلسطين التاريخية، وهذا لن يحدث بإذن الله. شعبنا متمسك بأرضه، شعبنا متجذر في أرضه، شبابنا يقاتلون ببسالة دفاعا عن أرضهم وعن مخيماتهم وعن قراهم وعن مدنهم، ونحن يعني نعتقد أن المزيد سينضم إلى كتائب وسرايا القدس في الضفة الغربية، وهم يوميا يعني يتلقون طلبات للانضمام إلى الكتائب التي تتشكل، وبالتالي الضفة ستقف موحدة في وجه هذا العدوان وهذه الهجمة الاستيطانية الصهيونية البربرية على شعبنا. على كل يبدو أنه أيضا أساليب المواجهة ستكون متنوعة، هذا ما نفهمه أيضا مما قاله قائد سرايا القدس في الضفة الغربية عندما تحدث عن عملية تل أبيب الاستشهادية المشتركة مع كتائب القسام، وقال لن تكون الأخيرة، وهذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها. هل نحن أستاذ رسمي أبو عيسى ندخل مرحلة جديدة من المقاومة عنوانها العريض سيكون العمليات الاستشهادية؟ لأنه هذا يقوله الآن مسؤولو سرايا القدس، مسؤولو حركة الجهاد، وحتى مسؤولو حركة حماس. وهنا نقطة، أن الرجل تحدث هنا عن العمل المشترك ثم تحدث عن العنوان العريض والذي هو العمليات الاستشهادية، هل هي مرحلة جديدة من الصراع مع الاحتلال؟ بالتأكيد هذا العدو تجاوز يعني أوغل في دمنا وسفك دمنا في كل مكان وعلى مدار عقود طويلة، وعلى مدار العشرة أشهر أو الأحد عشر شهرا الأخيرة كان يرتكب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا. بالتأكيد هذا سيجعل الأمور تأخذ منحى تصاعدي. الحرب في الضفة الغربية وعلى الضفة الغربية ودفاعا عن الضفة الغربية بالتأكيد سيتم استخدام كل الأسلحة المتاحة، أولها سلاح الوحدة الوطنية الفلسطينية، سلاح الوحدة المقاومة الفلسطينية. اليوم أبناء سرايا القدس كتفا إلى كتف مع أبناء كتائب شهداء الأقصى، مع إخوانهم في كتائب القسام، هناك وحدة ميدانية رائعة تتجسد على الأرض، هناك حاضنة شعبية رائعة أيضا تحتضن هذه الظاهرة وتحميها وتمدها بكل أسباب البقاء. وبالتالي العدو سيواجه مواجهة شرسة. بالتأكيد العمليات الاستشهادية هي سلاح نوعي بالتأكيد يلجأ إليه الشعب الفلسطيني عندما
يعني يتعرض لهذه المذبحة وهذه الإبادة الجماعية، لن نقف مكتوفي الأيدي، سنقاتل وسنستخدم كل الأسلحة المتاحة، ولن نفرق بين يعني نحن أيضا في المقاومة الفلسطينية وفي الجهاد الإسلامي. لابد أن نؤكد على مسألة، أن هذا الكيان كل من فيه معتدي، وكل مقيم فيه وكل مستوطن فيه هو معتدي، وكلهم عسكريون إما ذاهب إلى الجيش أو عائد من الجيش. ولكن أستاذ رسمي، هذه لماذا يعني تسمى مدنيين. عفوا على المقاطعة، لماذا تكثفون الحديث عن عودة العمليات الاستشهادية؟ لأنه قال الرجل قائد سرايا القدس في الضفة الغربية هذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها. ما هي هذه الرسالة؟ ما الذي يجب أن يلتقطوه من خلال الحديث عن العمليات الاستشهادية؟ يعني كلنا يتذكر العمليات الاستشهادية كانت يعني كم هي مؤلمة في قلب العدو الصهيوني، كانت تفرض حالة من الشلل في كل المدن الصهيونية، كانت تفرض حالة من منع التجوال في لساعات طويلة في المدن الصهيونية. كلنا يتذكر عملية بيت ليد البطولية الشهيرة التي نفذتها سرايا القدس، وهي عملية استشهادية مزدوجة قتل فيها أكثر من 24 جندي في محطة حافلات بيت ليد. وبالتالي هي بالتأكيد عمليات مؤلمة وموجعة وتهدد قلب الكيان وأمنه واستقراره، وبالتالي تنقل المعركة إلى داخل الكيان، إلى داخل شوارعه ومدنه ومراكزه التجارية. هذه الرسالة والتي يجب على العالم أجمع أن يلتقطها ويفهمها، ولا أحد يحدثنا بعد الآن عن مدنيين وعن أسواق وعن حافلات وعن يعني نقاط مدنية. هذا العدو استباح كل شيء، وبالتالي لا يحق لأحد أن يخاطبنا بهذه اللغة وأن يزاود علينا أخلاقيا. المقاومة الفلسطينية من حقها أن تستخدم كل السلاح المتاح لديها بما فيها العمليات الاستشهادية. هذا بخصوص الضفة الغربية أستاذ رسمي أبو عيسى. وسننتقل للحديث الآن عن تطورات مشهد المفاوضات، واضح التطورات سلبية. قبل ذلك أستاذ رسمي مشاهدينا، سنتحدث الآن عن النقطة الأبرز وهي نقطة محور فيلادلفيا، والتي على ما يبدو بأنها حتى الآن ستؤدي إلى نسف هذه المفاوضات. وافق كابينات الحرب على خرائط تحدد انتشار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا أو فيلادلفيا، هي تسمية إسرائيلية عشوائية لمعبر صلاح الدين. إذن مشاهدينا، كما سنرى الآن على هذه الخارطة، يقع محور فيلادلفيا في الأراضي الفلسطينية على طول الحدود مع مصر بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، يمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى معبر كرم أبو سالم شرقا. يعد منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 79. يمتد محور فيلادلفيا مشاهدين على نحو طول 14 كيلومترا، أما عرضه فيقدر بمئات الأمتار، وعليه أقيم معبر رفح البري الذي يمثل المنفذ الرئيس لأهالي غزة على العالم الخارجي. وقد صور محور فيلادلفيا عاملا أساسيا في تفجير اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه، لا سيما بعدما تراجعت تل أبيب عن موافقتها على الانسحاب الكامل من قطاع غزة. عندما صادق كابينات الاحتلال على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وافق نتنياهو بحسب موقع أكسيوس على طلب أمريكي بالتخلي عن موقع إسرائيلي واحد على طول محور فيلادلفيا خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، وتحديدا الانسحاب نحو كيلومتر واحد أو كيلومترين قرب ساحل رفح قرب تل السلطان. تل السلطان هذا مشاهدينا هو أكبر أحياء مدينة رفح، يضم عددا كبيرا من النازحين. شهد مقاومة عنيفة ضد جيش الاحتلال الذي تكبد في هذا التل خسائر فادحة، وثقت أخيرها كاميرا الإعلام الحربي لكتائب القسام. من هنا عمد الاحتلال إلى ألحاق دمار واسع بحي تل السلطان. من الأحياء ذات الأهمية الاستراتيجية أيضا في رفح هذا التل، تل زعرب، الذي كان جيش الاحتلال يتمركز فيه قبل الانسحاب من قطاع غزة عام 2005. عاد جيش الاحتلال بعد عملية رفح إلى التحصن في تل زعرب باعتباره منطقة مرتفعة كاشفة جغرافيا، وحشد فيه اللواء رقم 401، لكنه عجز حتى الآن عن الحفاظ على موطئ قدم ثابت في تل زعرب مع استمرار المقاومة في استهداف نقاط انتشار الاحتلال هناك. أستاذ رسمي أبو عيسى، أعود إليك. إذن كابينات الاحتلال على ما يبدو صادق على البقاء في محور فيلادلفيا. انطلاقا من هنا أستاذ رسمي، هل هذا نعي للمفاوضات الدائرة والتي شهدت جولات جديدة؟ وهل فعلا
المعضلة هي فقط محور فيلادلفيا أم ربما هناك معضلات أخرى ومشاكل أخرى، ولكن الحديث يتركز الآن على هذا المحور؟ يعني كما عودنا الاحتلال يخلق وقائع على الأرض ثم يفاوضك عليها. يعني هو لم يكن موجود في معبر رفح ولا في محور فيلادلفيا في المفاوضات الأولى، اجتاح رفح ودخل إلى محور فيلادلفيا ودمر معبر رفح، صنع وقائع جديدة، الآن يفاوضك على فيلادلفيا وعلى معبر رفح، ويعني يطرح إمكانية الخروج جزئيا من معبر فيلادلفيا، ويعني يتدخل بشكل مباشر في من يعني يحكم معبر رفح ومن سيدير معبر رفح. الحقيقة أن موضوع معبر فيلادلفيا هو بالنهاية يعني برسم الإخوة المصريين، هذا خرق فاضح وواضح لاتفاقية كامب ديفيد، هذه منطقة يجب أن تكون محايدة حسب نص الاتفاقية. اجتياح الاحتلال لهذه المنطقة وإصراره على البقاء فيها، هذا برسم الإخوة في جمهورية مصر العربية، وهم وسطاء أيضا في هذه المعركة. عفوا أستاذ رسمي، هذه نقطة مهمة تتفضل بها حضرتك الآن. يعني لنفترض أنه مصر القاهرة مثلا أبلغتكم كفصائل مقاومة فلسطينية أننا نحن نقبل بما تطرحه إسرائيل على مستوى محور فيلادلفيا، لأنه الآن الحديث عند كابينات الحرب وبعض الوزراء أنه مصر قبلت بالخرائط التي عرضها نتنياهو على الكابينات. هل أنتم في فصائل المقاومة الفلسطينية إذا قبلت مصر بهذا المقترح ستقبلون به على مستوى محور فيلادلفيا؟ نحن في المقاومة الفلسطينية لن نقبل ببقاء الاحتلال في شبر واحد من أرض فلسطين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالنسبة لنا في الجهاد الإسلامي في كل سنتيمتر من فلسطين من رفح حتى الناقورة لن نقبل بوجود أي جندي صهيوني ولا مستوطن صهيوني. نحن قلنا أن محور فيلادلفيا هو برسم الإخوة المصريين لأنه هو جزء من اتفاقية بين الأشقاء في مصر والعدو الصهيوني، وبالتالي هم أيضا طرف في المفاوضات حول هذا المحور. هم لم يقبلوا، لم نبلغ بشيء من هذا، لم يقبلوا بوجود صهيوني في محور فيلادلفيا، لكن نحن نقول كمقاومة فلسطينية لن نقبل بوجود أي جندي صهيوني على أرضنا، سنستمر في القتال حتى طرد آخر جندي وآخر مستوطن على أرضنا. هذا هو الموقف الرسمي لنا في الجهاد الإسلامي وفي كل فصائل المقاومة الفلسطينية، لكن هذا لا يمنع أن نقول للأشقاء في مصر أن يعني يتحملوا مسؤولياتهم وأن يشاركوا فيه ويضغطوا من أجل إخراج هذا العدو الصهيوني من هذه المنطقة، والتي هي تعتبر يعني خرق لسيادتهم والاتفاقية يعني عقدت منذ أكثر من 40 عاما بينهم وبين الكيان الصهيوني. طيب أستاذ رسمي أبو عيسى، واضح في كابينات الحرب الإسرائيلي بالرغم من أنهم أقروا هذا الموضوع البقاء في محور فيلادلفيا استنادا إلى الخرائط التي قدمها بنيامين نتنياهو، أن إتمار بن غفير مثلا لم يصوت، الحديث عن مشادة كلامية وصلت إلى حد الصراخ بين نتنياهو ويؤاف جالانت. هذا الخلاف ما بين هؤلاء داخل كابينات الحرب إلى أي مدى قد يؤثر على الموقف الإسرائيلي، وخاصة كما تعلم المؤسسة العسكرية حتى غير متحمسة كحال نتنياهو، هي تريد أن تنهي هذه الحرب وتخرج، لا تريد أن تبقى كي لا تستنزف؟ يعني الخلافات بينهم ليست جديدة، هناك خلافات منذ شهور حول طريقة إدارة الحرب، حول اليوم التالي للحرب، حول الجبهة الشمالية، حول إيران، حول اليمن، الخلافات لم تنتهي بينهم يوما، ولكن يعني هذا لم يوقف الحرب، هذا لم يوقف العدوان، استمرت المجازر والقتل، هم لا يختلفون على قتلنا، لا يختلفون على تهجيرنا، لا يختلفون على ذبحنا، هم مختلفون على الطريقة وعلى الأداء وعلى كيفية إدارة المعركة. الجيش وقادة الجيش ووزير الدفاع مطلون أكثر من غيرهم على وضع الجيش، على وضع قواتهم وآلياتهم واستنزافهم في كل الجبهات، هم مطلون على جيش منهك مستنزف، على احتياط يرفض العودة للخدمة، على عدد هائل من الجرحى والذين لا زالوا يتلقون العلاج، وبالتالي هم أكثر حذرا في التعاطي مع الموضوع على الأرض، وهم حذرون في التورط مرة أخرى في قطاع غزة وتجربتهم في غزة، ثم
يعني تجربتهم قبل ذلك في لبنان أيضا كانت مريرة، البقاء في مناطق خطرة فيها مقاومة وفيها يعني بيئة رافضة، هذا نهاية الفشل. الجيش يرى يعني مصير الهروب عام 2000 من لبنان، يراه مرة أخرى سيتكرر في غزة، وبالتالي هم يريدون رؤية سياسية ويريدون يعني شكل واضح لإدارة القطاع في اليوم التالي. لكن هناك يعني نوعا من القنابل الدخانية أيضا يطلقها العدو الصهيوني، يعني هو بالأمس عين يعني شبه حاكم عسكري للإدارة المدنية في غزة، وبالتالي وكأنه يقول أنه سيبقى في قطاع غزة وأنه سيقتطع أجزاء كبيرة من قطاع غزة. لحد الآن هو لا يظهر ولا يعني يفصح عن نواياه الحقيقية. هناك أكثر من يعني من سيناريو داخل الكيان الصهيوني. نتنياهو وحلفائه في يعني الحكومة يريدون مثل بن غفير وسموتريش، لديهم سيناريو البقاء وإعادة استيطان قطاع غزة. الجيش حذر في هذه المسألة. الفيصل هو الميدان، يعني صمود أبنائنا في الميدان، استمرار القتال إلى الشهر 11، بالتأكيد هذا أربك الرؤية الصهيونية وأربك السيناريو الصهيوني، واستمرار صمود المقاومة وصمود جبهات الإسناد سيعزز الرأي القائل بعدم البقاء في طيب. قطاع غزة. أستاذ رسمي أبو عيسى، سؤال أخير أتمنى أن تكون الإجابة باختصار لأنه انتهى وقت المشهد الساخن. ما تقوم به إسرائيل أو قامت به في غزة والتطور الذي تحدثت عنه قبل قليل بأنها وكأنها عينت حاكما عسكريا على قطاع غزة بقرارها بالأمس، وأيضا ما تقوم به بالضفة الغربية والحديث عن تهجير الفلسطينيين من هناك، هل هي محاولة إسرائيلية للعبث بالجغرافيا بجغرافيا الخرائط في فلسطين، وربما فيما بعد تحاول أن تعبث بخرائط أبعد من فلسطين المحتلة؟ يعني الكيان الصهيوني مجرد وجوده هو عبث بالخرائط، مجرد استمراره عبث بالخرائط. قبل أيام ترامب كان يعني يعدهم بأرض جديدة، يعني نحن نقول أنه ابتلع الأرض الفلسطينية. أعتقد الحديث عن أرض جديدة يعني على الأشقاء العرب أن يتحسسوا رؤوسهم وأن يتحسسوا حدودهم، لكن نحن لن نسمح لهذا الكيان بالاستقرار في أرضنا ولا في شبر من أرضنا. سنقاتل بأظافرنا وبأسناننا وبلحمنا الحي حتى نطرد هذا الكيان نهائيا من أرضنا، وعلى الجميع أن يتحسس رأسه ويتحسس خرائطه ويتحسس حدوده في المنطقة في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك أستاذ رسمي أبو عيسى، مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي، على وجودك معنا في المشهد الساخن من دمشق. بعد ردود الفعل الساخطة على دعمها الكيان الإسرائيلي، لا تدخر المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس جهدا من أجل استقطاب صوت الناخبين العرب. فبحسب تقارير إعلامية أمريكية، استعانت هاريس بالمحامية من أصل مصري بريندا عبد العال، وأوكلت إليها مهمة التواصل مع الناخبين العرب ممن تؤثر أصواتهم في عدد من الولايات بسبب الدعم الأمريكي لتل أبيب. وكانت هاريس قد عينت أيضا المحامية الأفغانية الأصل نصرينا باركزي للتواصل مع الأمريكيين المسلمين. فلماذا تضع هاريس أمالا على المحاميتين الأفغانية والمصرية؟ هذا الموضوع مشاهدينا سنسأل عنه الزميل محمد كريم مراسل ميادين في واشنطن. محمد أهلا بك معنا، بداية نريد أن نعرف من هي بريندا عبد العال. طبعا هي برندا عبد العال هي واحده من المحاميات، احدى المحاميات الامريكيات من اصول مصريه، تعمل في وزاره الامن الداخلي الامريكيه، التحقت بها في عام 2021 بعد انتهاء عهد ولايه الرئيس السابق دونالد ترامب في قسم شؤون الموظفين، وبالتالي كان لديها لربما بعض الاراء التي تحدثت فيها عام 2002 عندما قالت في ذلك الوقت في مقال نشرته صحيفة نيويورك سان آنذاك بأن اليهود لربما يتلاعبون بالحكومة الأمريكية، وأن للصهاينة في دور كبير في السياسة الأمريكية. لربما هذا هو التصريح الوحيد الذي أخذ عن عبد العال في ذلك الوقت، وبالتالي هي أيضا ساهمت في إدارة بايدن هاريس خلال الفترة الماضية
إنشاء ما يسمى بالمؤتمر الاستراتيجي أو استراتيجية مكافحة ما تسمى بمعاداة السامية التي تبناها البيت الأبيض، وبالتالي هي جزء من هذه الإدارة، وتحاول اليوم بتعيينها كاميلا هاريس كمستشارة في حملتها الانتخابية التأثير لربما على أصوات العرب، خصوصا في ولاية ميشيغان، لأنها كانت تعمل عبد العال في جامعة ميشيغان، وبالتالي هي تمتلك لربما بعض الدراية عن طبيعة المجتمع العربي والجالية العربية التي تقطن هذه الولاية، التي تعد واحدة من أهم الولايات الحاسمة في السباق الرئاسي، وتكاد تكون لربما المفتاح لوصول أي مرشح كان جمهوريا أو ديمقراطيا إلى البيت الأبيض. يعني هذه الولاية هي المفتاح محمد، ولكن هل باستطاعة بريندا عبد العال وحتى باركزي، هل باستطاعتهما التأثير على الأمريكيين من أصول عربية من أصول إسلامية ليصوتوا لكمالا هاريس في ظل الاستقطاب الحاد على مستوى العالم، وفي ظل أيضا ما نشاهده من تظاهرات وتحركات وحتى مقاطعة لخطابات كمالا هاريس، هل هما قادرتان على هذه المهمة التي أوكلت إليهما؟ يعني هذا هو السؤال ربما المهم والأهم لعله. طبعا بطبيعة الحال عبد العال هي أو المحامية الثانية الأفغانية هما لا يمتلكان الأوراق التي يمكن من خلالها إقناع المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي داخل الولايات المتحدة الذي تشوبه حالة من الإحباط والغضب من موقف الإدارة الأمريكية الحالية إدارة بايدن هاريس بشأن تقديم الدعم اللامشروط لإسرائيل واستمرار تزويدها بالسلاح. ولعل وربما ظهور كاميلا هاريس مؤخرا في لقائها على شبكة CNN قد نسف إلى حد كبير كل ربما التوقعات والاحتمالات على أن تحقق المحاميتان أي تقدم اتجاه تقريب ما بين حملة هاريس الانتخابية وما بين المجتمع أو أصوات العرب والمسلمين، عندما أكدت هاريس بأن دعمها لإسرائيل لا يتزعزع، وأن مسألة تغيير السياسة الأمريكية المتعلقة بتزويد إسرائيل بالأسلحة هي لن تتغير، ولا تنوي حتى هاريس تعديل هذه السياسة إذا وصلت إلى البيت الأبيض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي ربما الأهم، عبد العال وغيرها من المعينين من قبل حملة هاريس هم لا يمتلكون أي ربما أدوات ضغط داخل صنع القرار في الحملات الانتخابية للمرشحة للنائبة الرئيس، وبالتالي دورهم هو يقتصر فقط على الترويج لهذه السياسة الراهنة، سياسة الحملات الانتخابية الراهنة لكاميلا هاريس المتعلقة بدعم إسرائيل، ومحاولة إقناع الطرف الآخر بأن هذه السياسة قد تؤدي بطبيعة الحال إلى وقف الحرب أو العدوان المستمر وحرب الإبادة على غزة. وهذا حتى ما ذكرته ليلة أمس هاريس في لقائها مع CNN عندما قالت بأن لهذه الحرب لابد أن تنتهي، وبالتالي عدم امتلاكهم للأوراق وعدم امتلاكهم للضغط أو حتى صنع القرار داخل الحملات الانتخابية يفرغ أي محتوى لهاتين المحاميتين في إقناع الطرف الآخر، خصوصا وأن ميشيغان تحديدا ميشيغان مثلا لو تحدثنا عنها قليلا عبد الرحمن بالأرقام، نحن نتحدث عن أكثر من 100,000 صوت عربي صوت بغير ملتزم في الانتخابات التمهيدية، ونحن نتذكر أن كيف هيلاري كلينتون في عام 2016 خسرت هذه الولاية أمام دونالد ترامب بفارق لربما لم يتجاوز 10,000 صوت فقط، وبالتالي هذه الأصوات هي مهمة جدا لجهة تأثيرها على حظوظ المرشحة الديمقراطية. في المقابل أيضا نحن لا ننسى أن هاريس حتى الآن عبد الرحمن هي امتنعت عن أي تواصل مباشر مع من يمثل هذه الأصوات غير ملتزم، وكذلك منعت حملتها والحزب الديمقراطي أن يقوم أي شخص من أصول فلسطينية أن يلقي كلمة أمام المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي عقد في وقت سابق في شيكاغو، وبالتالي القطيعة ما بين الجانبين والهوة أخذت تتسع شيئا فشيئا، وبالتالي الأصوات الجالية العربية والجالية المسلمة، عندما نقول الأصوات نحن لا نتحدث فقط عن 100,000 صوت في ميشيغان، هنالك 700,000 صوت ديمقراطي تحديدا صوت بغير ملتزم، وهم مؤثرين بدون أدنى شك خلال الانتخابات المقبلة. هم الآن يدركون بأن هذه الإدارة وأن هذه المرشحة الديمقراطية حتى الساعة هي لا تمتلك لربما مسلكا أو طريقا قد يعدل من هذه الفجوة أو قد يجسر هذه الهوة ما بين الجانبين بحكم التصريحات والمواقف المستمرة أساسا لهذه الإدارة، خصوصا في مسألة استمرار العدوان على غزة. وبالتالي
وبالتالي لا نستبعد أن تتمكن عبد العال، وإلى ربما قد تلحق العرب الآخرين الذين استقالوا من إدارة بايدن هاريس. نحن نتحدث عن عدة استقالات، مثلا هالة راريت وهي كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية، نتحدث عن طارق حبش في وزارة التعليم العالي، نتحدث عن مريم حسنين وهي أيضا كانت عاملة في وزارة الداخلية. كل هؤلاء احتجوا وقدموا استقالاتهم من إدارة بايدن هاريس نتيجة لهذه المواقف المؤيدة لحرب الإبادة في غزة، ناهيك عن الاستقالات التي شملت العديد من الموظفين الأمريكيين. عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك زميل محمد كريم مراسل الميادين على وجودك معنا اليوم في المشهدية. في مشهد اليوم، لأن غزة في صلب الانتخابات الأمريكية، اختار الناشط إدواردو كاستالدو أن يضع بصمته الخاصة على صورة الواقع. هنا ملصق يحتوي على شعار حملة هاريس بعنوان إلى الأمام فورورد، حوله الفنان الإيطالي بحركة بسيطة إلى ملصق بعنوان فورور، تعبيرا عن الدعم الأمريكي للحرب على غزة. من يرد أصوات العرب فليوقف تصويب الأسلحة على الفلسطينيين، يقول إدواردو في تعليق على ملصقه. هو ملصق معبر مشاهدينا، وسننتظر نتائج هذه الملصقات وغيرها على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء إلى المشهدية. قرروا الإبحار عكس الحرب، صيادون يتحدون أو يتحدون الموت من أجل تأمين لقمة العيش في ظل القتل والحصار والتجويع وألحاق الاحتلال خسائر بقطاع الصيد تقدر بملايين الدولارات. فأين وكيف يعمل الصيادون اليوم بحثا عن خيرات البحر؟ هذه باب ثلاجة مكسور، جمدنا وزبطنا مونا عشان الله يكرمنا بأي حاجة للأولاد، أكل شرب زي ما أنت شايف، بننزل على الكفاص وإيش بيبعت الله رزق بنقول الحمد لله. كان إلنا حسكات هنا، وهينا هي انضربت انخصفت الحسكات، وبدنا نحاول يعني نخلي الناس تستفيد ونخلي ديوم سمك صيد، صرنا ننصب كفاص. شغلهم تعب، لما بده يصنع حسكة من أول وجديد تعب تعب، ومش مش مش بسيط، يعني مش بسيط، مكلف، بده اموال باهظه. الحسكات هذه الكبيره، هذه مواتير كانت عليها، وايش اقول لك، كانت المينا كلكم انتم شفتوها، ورجعوا للفيسبوك وشوفوا كيف المينا كانت زمان وطلعوا كيف اليوم. اليوم بتبكي، مش بس المينا، غزه كلها بتبكي. الطرق البديله انك تروح على الموت غاد ورا، تطلع من قلب المينا هيك وتروح على الموت، يا تروح بتجيب أكلك ورزقك زي الخلق، يا بتمك هان وعقده هيك بس بالريقك. مشاهدين، عن موضوع صيد السمك في قطاع غزة سنسأل الأستاذ نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة ومعنا من دير البلح. أستاذ نزار أهلا بك معنا. صراحة تفاجأت أنه بعد هناك في أسماك في قطاع غزة وفي صيد سمك عندما شاهدت هذا التقرير، ولكن السؤال كيف يعمل اليوم الصياد الفلسطيني صياد السمك في ظل هذه الظروف، في ظل القصف الإسرائيلي، وفي أي مناطق اليوم تستطيعون العمل على مستوى صيد الأسماك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الكل يعلم أن هناك تدمير كامل لقطاع الصيد وإنهائه عن الوجود منذ 7 أكتوبر، بعد ذلك تم إنهاء قطاع الصيد من غزة، تم تدميرها بالكامل، الوسطى، الشمال، خان يونس ورفع تضرر بشكل كبير، لا تستطيع أي حسكة بموتور الدخول إلى البحر، ولكن هناك حسكات يدوية صغيرة يجابهون الموت بها لالتقاط لقمة العيش لأسرهم، لا يوجد أمامهم إلا ذلك، هم يعني صراع البقاء، يستطيعون النزول البحر لمسافات قصيرة حتى يستطيع أن يوفر لقمة العيش لأسرته في هذه الأوضاع الصعبة التي يواجه فيها الفلسطيني القصف، بيته، شخصه، عائلته، مركبته،
ولا ننسى انه كثير من الصيادين تم قتلهم في البحر بدم بارد وهم بحسكات يدويه صغيره لا تستطيع الحركه لالتقاط لقمه العيش لهذه الاسر، تم ما يزيد عن 20 قتلهم بدم بارد في اثناء دخول البحر، ولا تزيد المساحه عن كيلو او اقل من ذلك للدخول، وكميه الاسماك التي يتم صيدها كميات ضئيله، ولكن مع ارتفاع الاسعار ممكن انه يسير حياته في هذه الاوقات. طيب استاذ نزار، المناطق التي يمكن ان يعمل فيها صياد السمك اليوم، نحن نتحدث مثلا عن شمال القطاع، جنوب القطاع، وسط القطاع، اي المناطق التي يمكن ان يعمل بها اليوم صياد السمك في قطاع غزه؟ كل المناطق يواجهون الموت، يدخلون لانه ما فيش لقمه عيش له عند اسرهم. من الشمال بنزلوا في منطقه ميناء غزه، بنزلوا خان يونس، رفح، دير البلح، بنزلوا، ولكن اعداد قليله جدا، يعني اللي حالته صعبه جدا بنزل البحر لانه عارف انه ممكن يدخل وما يرجعش الى الشاطئ لاسرته، ولكن لا توجد اي لقمه يطيب بها اسرته، فيضطر الى النزول الى البحر. فالاعداد قليله لا تتجاوز 10% من عدد الصيادين اللي هم بالاصل 5000، بعيدوا 50000 نسمه من الشعب الفلسطيني، يعني ما بزيدش عن 10% او اقل اللي طيب. بيدخلوا استاذ نزار، الخسائر، خسائر هذا القطاع، لانه اسرائيل دمرت كل شيء تقريبا في قطاع غزه، ماذا عن خسائر قطاع الصيد؟ خسائر قطاع الصيد ما يزيد عن 60 مليون دولار، ما كانش اكثر، لانه كل القطاع تم تدميره. ميناء غزه اكبر الموانئ في قطاع غزه، تم مسحها عن الوجود بغرفها، بثلاجاتها، بشباكها، مواتيرها، مكانها، مراكبها الكبيره. الوسطى حوالي 50 او ما يزيد 50 حسكه تم انهائهم، شباكها، شباك الصيادين تم حرقها من الزوارق الاسرائيليه، غرفهم تم ضربها وتدميرها، كذلك منطقه خان يونس ورفح والنصيرات، ومنطقه الشمال تم تدمير مبانيهم ومعداتهم وكل ما يملكون من معدات. فهذا القطاع تقدير اولي ما يقارب 60 مليون دولار لارجاع قطاع الصيد انه يستطيع العمل وليس كما كان بالسابق. طيب استاذ نزار، لابد ان نسال ايضا عن المخاطر البيئيه، كما هو معلوم بعض التقارير تتحدث عن وجود تلوث بيئي ايضا في البحر في قطاع غزه، كيف تتعاملون مع هذه المعضله؟ يعني بكل صراحه من قبل الحرب كان هناك مشاكل لعدم توفر السولار و للبلديات لمعالجة الصرف الصحي، كان يستطيع تقوم البلديات أحيانا مجبرة بضخ المياه إلى مياه البحر، ولكن قريبة من الشاطئ لا تلوث بشكل كبير، ولكن هي بالأول والأخير يعني ضرر على المصطافين. فما رأيك في ظل هالأوضاع اللي لا توجد سولار ولا معالجة، والمجاري في كل المناطق من أعداد السكان المتكدسة، على سبيل المثال في دير البلح ما يزيد عن مليون مواطن موجود، وخيام وكذا وصرف صحي، وبدك توفر لهم مياه، بدك توفر لهم نظافة، بدك توفر معالجة للصرف الصحي، هذا يعني في جزء منه بيصل للبحر، وبعتقدش أنه يعني إشي كبير لأنه مسافة قريبة من الساحل ويتم طردها من امواج البحر الى الشاطئ. طيب استاذ نزار، انتهى الوقت، اريد ان اسالك هذا السؤال، هل هناك سوق للبيع اليوم؟ يعني كصيادين قادرون على تصريف الانتاج اليومي باختصار؟ هو احنا تحدثنا خلال حديثنا انه كميات بسيطه اسعارها مرتفعه، ولكن بيبيعوها لتجار موجودين محليين في الاسواق، بيتم تصريف هذه الاسماك لقله وجود الاشياء، لقله وجود اللحوم، لقله وجود الدجاج، فبتم تصريفها وكميات ضئيله. انا يعني اليوم بلاقي شويه حاجات يعني بسيطه جدا لا ترتقي لانه نقول انه صيد سمك بالمعنى الحقيقي. نتمنى لكم استاذ نزار كل التوفيق، وان ايضا تزول كل هذه المشكلات من امامكم. شكرا جزيلا لك نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزه، على وجودك معنا اليوم في المشهديه. بارك الله.
إذن مشاهدينا، في المشهد الأخير لليوم سنتحدث عن الفيضانات التي تنتقل من بلد إلى آخر. عشرات القرى السودانية تضررت أو مسحت عن بكرة أبيها إثر سيول جرفت أحد السدود، والمشهد ينسحب وإن بقدر أقل مأساوية على بقاع أخرى من العالم. هل الأسباب مرتبطة بالتغير المناخي فحسب؟ إذن مشاهدينا، هذا هو السؤال الكبير الذي رأيناه قبل قليل في ختام هذا التقرير السريع عن هذه الفيضانات. سنسأل عن هذا الموضوع المهم والذي بطبيعة الحال يقلق كثر حول العالم، يقلق كل البشرية عندما نتحدث عن هذه الفيضانات. سنسأل الأستاذ عباس الشرقاوي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. دكتور عباس، أهلا بك معنا. يعني بصراحة حتى الآن شهر آب لم ينتهي، هناك يتبقى منه يوم، هذه مشاهد مرعبة. نتحدث عن مئات الضحايا، عشرات ألاف المشردين، ومدن مسحت عن الخارطة. الطبيعي أن نسأل بداية عن الأسباب، ما الأسباب التي تقف وراء هذه الفيضانات؟ مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. والحقيقة يمكن هذا العام شاهدنا ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في الشهور الماضية، وفي سبب رئيسي لارتفاع الحرارة وتأثيرها أيضا على مياه المحيطات ودورات في الرياح والسحب، وبالتالي هذه الأمطار. شفنا على مدار الشهر الماضي بالكامل، شفنا إزاحة لحزام الأمطار خاصة في القارة الإفريقية. هذا الحزام كان بيشمل وسط وغرب القارة الإفريقية وينتهي جنوب الصحراء، يعني ينتهي جنوب مصر وليبيا وفي منتصف تشاد. ولكن ما حدث هذا العام، وجدنا أن حزام الأمطار امتد شمالا بحيث وصل إلى جنوب مصر، اللي في مناطق في جنوب مصر وفي ليبيا وفي الجزائر لم تشهد أمطار منذ مئات السنين، شهدت أمطار يعني هذه الأيام خاصة مع بداية شهر أغسطس. وما زالت الأمطار في بعض المناطق وفي شمال السودان. يمكن المناطق الأكثر تضرراً وبالذات في السودان هي المناطق التي لا تشهد سيول معتادة كل سنة. السودان به فيضانات وسيول كل عام، ومناطق معروفة بالتحديد ومخرجات سيول، ولكن هذا العام تميز أن أيضاً هذه المناطق بها السيول العادية، بالإضافة إلى المناطق الشمالية التي لم تشهد سيولا منذ. لماذا أستاذ عباس شهدت هذه السيول هذه المناطق؟ هنا السبب الرئيسي في رأيي أن هناك النشاط الشمسي الذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض هو المسؤول الأول عن هذه الإزاحة، لأن إزاحة الحزام الأمطار مرتبط بدرجات الحرارة من الشمس، وما يحدث في الشمس هناك ما يسمى دورة الشمس. هذه الدورة مدتها 11 سنة، بدأت 2018-2019، هذه بتبدأ لمدة 11 سنة. في منتصف الدورة بيكون النشاط أعلى ما يمكن، والنشاط الشمسي هو عبارة عن انفجارات شمسية زي البراكين على سطح الأرض. هذه الانفجارات بتخرج هالة كبيرة من الحرارة، هالة من الأشعة الكهرومغناطيسية. عندما تكون الأرض في أمام الشمس، أمام هذه النقطة اللي حصل فيها الانفجارات، بتصل إلينا الحرارة مباشرة، وإحنا عارفين المسافة 150 مليون كيلومتر، بتصل الحرارة بعد حوالي يوم أو 33 ساعة بالتحديد، وهنا بتتأثر الأرض بارتفاع درجات الحرارة،
بتتأثر سطح البحار والمحيطات في على سطح الكرة الأرضية، خاصة في المنطقة الاستوائية، وهناك دورة أيضا لحركة الرياح وللأمطار بهذا الحزام، أدى إلى ارتفاع الحرارة، أدى إلى إزاحة هذا الحزام بالكامل، لأن وجدنا أن الأمطار حتى في الجزيرة العربية في جنوب السعودية وجدنا الأمطار ممتدة من هذا الحزام من الخليج العربي إلى موريتانيا على المحيط الأطلنطي، وجدنا أن الحزام ارتفع مئات الكيلومترات، يعني وصل لجنوب أسوان عندنا في القاهرة، وأسوان بينها وبين السودان حوالي 300 كيلو، وأيضا شمال السودان الذي لم يشهد أمطارا منذ فترات طويلة أيضا، وشمال دارفور في السودان، كل هذه الأماكن شهدت أمطار وما زالت تشهد هذه الأمطار، وأتوقع أن يستمر هذا المناخ للعام القادم، لأن نحن 24 و25 هو يعتبر منتصف الدورة الشمسية اللي فيها النشاط أعلى ما يمكن، الانفجارات الشمسية متتالية، والحسن الحظ أن كثير منها بيتجه بعيدا عن الأرض، ولكن عندما يكون متصل أو مباشرة في اتجاه الأرض بتكون التأثير بيكون أقوى ما يمكن، وإذا كان بعيدا عن الأرض هناك تأثير أيضا، ولكن التأثير بيكون مما لو كانت دكتور مباشرة. يعني ما تتفضل به صراحة معلومات علمية مهمة جدا، لأن حضرتك تشرح لنا الآن أيضا هذه الأسباب، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن لأحد أن يفهم هذه الأسباب إلا من خلال هذا الشرح الذي تتفضل به. ولكن أستاذ عباس، لابد أن نسأل عن نقطتين أتمنى أن تكون الأجوبة مختصرة. النقطة الأولى سياسة السدود، كما تعلم بنغلاديش اتهمت الهند بأنه ما حصل فيها من فيضانات هو بفعل السدود من الهند. هل على العالم أن يعيد النظر بسياسة السدود المائية التي تتسبب بجزء كبير منها بهذه الفيضانات التي نراها؟ الحقيقة السدود هي مصدر الحياة لكثير من الشعوب، ومثال هذه السدود هو السد العالي في مصر. لولا السد العالي في مصر كانت مصر اختلفت تماما، وحضرتك تعلم أن عدد السكان في مصر احنا دلوقتي أكثر من 106 مليون نسمة، بجوارنا ليبيا يعني نفس المنطقة ولكن عدد السكان 6-7 مليون نسمة، هنا يعني بسبب عدم وجود نهر زي نهر النيل، ونهر النيل بدون السد العالي في مصر هيبقى معظم المياه سوف تصب في البحر المتوسط، وبالتالي الحياه يعني عدد السكان هيقل كثيرا. فاذا السدود يعني زيها زي اي شيء مفيد في العالم، هناك يعني فوائد كبيره للغايه وهناك بعض الاضرار. اذا بنيت السدود باحدث التكنولوجي وعلى علم جيد وإدارة جيدة وصيانة لهذه السدود، يبقى احنا بنتجنب أو نتلافى الخسائر. لكن السدود عامة هي فيها فائدة كبيرة للسكان على سطح الأرض. طيب هنا ننتقل للجزئية التي لها علاقة بالتغير المناخي دكتور عباس. كما تعلم في السنوات الماضية كان هناك تحذير كبير من التغير المناخي الذي يحصل بفعل التلوث، وكان الحديث بأننا قد نشهد أنواع من الشتاء غير مسبوقة، قد نشهد أنواع من الثلوج غير مسبوقة، وأنواع من ارتفاع بدرجات الحرارة غير مسبوقة. مشاهد الفيضانات هذه، هل هذا ما كان يحذر منه العلماء بخصوص التغير المناخي الذي نشهده خلال السنوات الماضية حتى الآن؟ لا، الفيضانات الحالية كما ذكرت هي مرتبطة بالدورة الحالية للشمس، الدورة القادمة هل هي تكون بنفس المستوى أو أقل هذا بيعتمد. لكن موضوع الفيضانات، جميع أنهار العالم بما فيها نهر النيل فيه سنوات فيضان وسنوات أخرى أقل أمطارا، وبنقول عليها سنوات الجفاف، كما يعني ذكرنا في التاريخ في قصة سيدنا يوسف السبع سنوات السمان والسبع العجاف. وبالتالي هناك دورات وهناك بنقول عليه التباين في المناخ وليس التغير دائم، ما فيش حاجة يعني تغيرات دائمة. أما زي ما حدث في أوروبا من سنتين كان في جفاف في أوروبا، هل الجفاف امتد؟ لكن هذه سنوات، ولذلك احنا بننشئ السدود لكي نوفر المياه في سنوات الفيضان إلى سنوات الجفاف. ما يحدث من فيضانات وجفاف في بعض المناطق هذا مرتبط بالظروف الطبيعية اللي بتحصل للكرة الأرضية، هي ربما زيادة يعني هذا العام بسبب ما يحدث في الشمس، لأن احنا رد فعل لما يحدث في الشمس، الحرارة هي المصدر الرئيسي للحياة على سطح الأرض. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عباس الشرقاوي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة على وجودك معنا في المشهدية. شكر الدائم والأكبر لكم مشاهدين على المتابعة. دائما للمزيد الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية، وإلى اللقاء.